مش قادرة أسامح نفسي يا ندى، مش قادرة، مش قادرة أبطل أفكر في إنه نزل من بيتي وما زعلان ومكسور بسبب الطريقة اللي أنا اتعاملت بيها معاه. أنا كل ما أفتكر إنه هو قد إيه كان مكسور قدامي وكان ضعيف، وأنا قد إيه كنت قاسية عليه أوي، مش طايقة نفسي. ده أنا حتى استكترت عليه كلمة واحدة، كلمة واحدة بس رد بيها على الكلام. والله العظيم يا دي، والله العظيم لو كنت تعرف إن آخر يوم أشوف فيه وكنت عملت كده، ما كنتش عارف إن آخر مرة يا دي، ما كنتش عملت بس يا حبيبتي بس والله بس عشان خاطري بس بقى يا حبيبتي مش قادرة أسمع نفسي بس يا حبيبتي ما تقسيش على نفسك كده يا حبيبتي. أبوك عمره ما زعل مني، محمود كان قلبه أبيض عمره ما زعل من حد، يبقى هيزعل منك أنتي، أنتي أغلى حاجة في حياته. بس حبيبتي وإذا كان علينا عملناش حسابنا إنها آخر مرة نشوفه فيها، هو حبيبي كان عامل حساب عاش عمره كله إذا جه عليه الليل ما يعملش حسابه إن في نهار هيطلع عليه. أبوكي ده يا هبة مفيش زيه. وانتي بقى لو كنت عايزة تصالحي بصحيح وتكبري بخاطره وينكسر، تخلي بالك من نفسك وطمني عليك. اسمعي يا هبة، اللي زي أبوكي ده يا حبيبتي بيموتش، دول أحياء عند ربهم يرزقوه. يعني هو يا حبيبتي دلوقتي شايفنا وسمعنا، وتلاقي كمان قلبه واكله علينا زي الأول، يرضيكي يفضل قلقان كده؟ لا نطمنه. حبيبتي ما تسمعي.